لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الحد 30 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج السرطان من الساعة 4:10 الفجر. عندنا كمان فينوس وأورانوس الاثنين موجودين في برج الحمل، وعندنا الشمس موجودة في برج الثور، وعندنا المريخ موجود في برج الجوزاء، ونبتون موجود في برج الحوت. عندنا كمان عطارد بيتراجع في برج الحمل، والمشتري بيتراجع في برج الميزان، وزحل بيتراجع في برج القوس، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر للأسف معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد الحمل ان هم يصبروا ويقاوموا مشاعر التوتر اللي جواهم، ويحاولوا ان هم يتجنبوا الانفعال والعصبية. النهاردة كمان على المستوى العائلي مهم جدا ان هم ما يتذمروش لو عليهم واجبات واعباء عائلية لازم يعملوها، يعني يحاولوا ما يهربوش من مسؤولياتهم ومن الاعباء والواجبات اللي عليهم. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم الوضع الفلكي رائع، لان الشمس اولا في برجهم، فدي بتديهم طاقة ونشاط وحماس، وكمان عندهم القمر في منزل العلاقات، فده بيساعدهم ان هم يقولوا رأيهم بلباقة، ويقدروا ان هم يتوصلوا كمان لاكتشاف امور جديدة، خصوصا لو هم بيدرسوا ممكن يكون عندهم فترة في الدراسة حلوة وعندهم تركيز اكتر سواء في البحث او في الدراسة او في العمل. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة عندهم القدرة ان هم يحسبوا او عندهم رغبة في ان هم يعيدوا حساباتهم ويراجعوا كويس، بس مطلوب من مواليد الجوزاء ان هم يعملوا في سرية، ويعني يحافظوا على الكتمان قد ما يقدروا علشان الامور تنجح معاهم. ويحاولوا كمان مواليد الجوزاء ان هم ما يعلنوش عن خططهم، ويتجنبوا الاضواء والفخر بنفسهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيساعدهم جدا ان هم يوصلوا لاهدافهم، هيديهم ثقة هايلة في نفسهم، والنهاردة كمان هيلاقوا ناس ممكن تقدرهم جدا، او هم هيعرفوا يكسبوا ثقة الناس ويعرفوا يكسبوا تقديرهم واعجابهم جدا. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، ومطلوب من مواليد برج الاسد النهاردة ان هم يفرملوا نفسهم اذا شعروا ان هم عصبيين، ويتحكموا قد ما يقدروا في ردود افعالهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة يعني نصيحتي لمواليد برج العذراء ان هم النهاردة يحاولوا يستفيدوا من الايجابيات اللي الفلك مديها لهم، لان النهاردة القمر في منزل الاصحاب، فممكن ده يكون وقت كويس ان هم يقضوا وقت حلو مع الاصدقاء. ممكن يكون كمان في العمل وقت كويس قوي عشان يقدروا يحققوا فيه تقدم، ولو عندهم مشاريع خاصة برضو الوقت مناسب جدا لتنمية مشاريعهم. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس للأسف، ومطلوب من مواليد الميزان النهاردة وبكرة ان هم يقوموا بواجباتهم على اكمل وجه، يحاولوا يكونوا يقظين علشان ما يقعوش في اخطاء، لانهم النهاردة معرضين يقعوا في اخطاء، فعشان ما تتمسكش عليهم حاجة. نروح عيد تاني الميزان. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة للأسف الوضع الفلكي معاكس معاهم لمدة يومين. عندهم المعاكسات اكتر في منزل العمل، فمطلوب من مواليد الميزان ان هم يحاولوا يقوموا بالواجب اللي عليهم قد ما يقدروا، وما يستعجلوش، ويحاولوا ان هم ما يستجيبوش لاي استفزاز ممكن يقابلهم، لان ممكن يكونوا معرضين ان حد يستفزهم،
فيحاولوا ان هم يمسكوا اعصابهم قدام الاستفزاز. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم القمر في وضع داعم إلا أنه في منزل الحظ، والنهاردة ممكن مواليد العقرب يحصلوا على دعم من حد، من أشخاص من الخارج، وهيكون عندهم قدرة على أن هم يكونوا متألقين ولامعين. كمان لو هم عاوزين يحققوا مكاسب مالية النهاردة عندهم فرصة هائلة أن هم يحققوا مكاسب مالية كويسة، بس لازم ينتبهوا بسبب مواجهة الشمس لبرجهم، ينتبهوا في النواحي القانونية وفي توقيع الأوراق. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيساعد مواليد القوس جدا ان هم يقدروا ينموا مدخراتهم وينموا اموالهم ويقدروا يحسنوا ادارة اعمالهم، وهيعرفوا يدافعوا عن حقوقهم كويس قوي. فالنهاردة لو مواليد احد مواليد القوس عنده رغبة في انه يطالب بحقوق ليه، النهاردة يوم مناسب ممكن يحقق من خلاله نجاح ومكاسب. المهم تكون الاهداف نبيلة، يعني ده شرط النجاح ان يكون اهداف مواليد القوس نبيلة من اي حاجة سلوك هما بيسعوا ليه. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة للأسف عندهم القمر في مواجهة برجهم، والنهاردة مطلوب بس من مواليد الجدي ان هم يكون عندهم استعداد اكبر للتكيف مع المستجدات، يعني ممكن تقابلهم حاجات هم مش متوقعينها، فيحاولوا ان هم يتحكموا في انفعالاتهم وفي غضبهم وما يعندوش ويتكيفوا مع الاوضاع. نروح بعد كده لبرج الدلو. برج الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، والنهاردة مواليد الدلو ممكن يقودوا اللي حواليهم لإنجازات مهمة، ويقدروا يحققوا تطور مهم في العمل، وكمان على المستوى العائلي يقدروا ان هم يقوموا بالواجب اللي عليهم على أفضل وجه. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، فالنهاردة ممكن يكون يوم عاطفي رائع لمواليد الحوت. كمان على المستوى المهني انا شايفة ان عندهم قدرة النهاردة على التخطيط حلوة قوي، يقدروا يجتهدوا اكتر لان عندهم طاقة جسدية اكبر، وكمان عندهم اهتمام بكل صغيرة وكبيرة. فأنا شايفة النهاردة ممكن يكون يوم مناسب لمواليد الحوت للتقدم وللتطور وللتخطيط وللحب، بس مهم قوي ان هم يهتموا بالاستمرارية في أي حاجة بيعملوها. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.